نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة لهذا الفيديو ان شاء الله درتو تحت طلب بزاف ديال الاخوات اللي طلبوا مني انني نقدم لهم اشكال مختلفة ديال الحشوات اللي كنديروها في العمارة ديال البريوات او لينيم. فاليوم جبت لكم لينيم او ليسيكا اللي هما عامرين بواحد الحشوة الاقتصادية بزاف وسهلة في التحضير ديالها، وكيجيو هاد ليسيكار كيجيو لذاذين بزاف. بالنسبة للحشوة فخديت هنايا مقلاة اللي درت فيها زيت بلدية وزيت رومية، حكيت هنايا ثلاثة ديال الجزرات بالحكاكة الرقيقة وواحد الحبة كبيرة ديال البصلة حتى هي حكيتها بالحكاكة الغليظة. من بعد خديت ثلاثة ديال القرعات خضرين حتى هما حكيتهم بالحكاكة الغليظة، باش هكا ملي كطيب عندي هاد الخضر كتجي مازال باينة في الحشوة. من بعد خليتها تشحرات حتى طابت بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا في الفيديو، وغادي نمشي نضيف دابا 250 غرام ديال الكفته. فبالنسبه لهاد الحشوه ممكن تستعملوا قطع ديال الدجاج او لا تستعملوا حتى علبه ديال الطون حسب الرغبه ديالكم. من بعد غادي نخلي الكل يتشحر واحد شويه وغادي نمشي باش نضيف التوابل. فبالنسبه للتوابل كندير تقريبا معلقه عامره صغيره ديال التحميره الفلفل الاحمر، وغادي نضيف شويه ديال السودانيه. بالنسبه للسودانيه فهي اختياريه، شويه ديال البزار والقليل فقط من سكنجبير، وغادي نضيف الملح حسب الذوق. غادي نشحر هذه الخضره مزيان والكفته مع هاد التوابل حتى كتنسجم مع بعضياتها، ومن بعد غادي نضيف كاخر مرحله غادي نضيف الزيتون الخضر اللي مقطع رقيق كيف ما كتلاحظوا، وشويه ديال القزبر ومعدنوس اللي قطعته رقيق. وغادي نحاول نطيب واحد جوج دقائق مازال هاد الحشوه، غادي نخليها حتى كتبرد وغادي نمشي باش نعمر بها هذوك لينيم. بالنسبه للحشوه بعد ما بردت فهي هذه، فالا بغيتوا تخلطوا الحشوه ديالكم مع شويه ديال الشعريه الصينيه فبامكانكم انكم تزيدوها. من بعد خديت هنا الورقه ديال البسطيله غادي نحاول نقطعها على اربعه. فهذه هي الطريقه ديالي اللي كندير انا في لينيم من شحال هذه. الا كنتو كتابعوا الوصفات اللي كنت حطيت في الجروب فيسبوك وفي لاباج ديالي فيسبوك، فكنت نفس الطريقه اللي كندير انا الطويه هكا كتجيني احسن من انني ندير اشرطه اللي هي طويله ونبقى كنلف هذوك الجوانب. فكناخذ كل مثلث بهذا الشكل كنوضع الحشوه ديالي، ومن بعد كنطوي الجوانب بهذا الشكل. فانا كنحاول انني ندير غير بشويه باش هكا تفهموا الطريقه بالنسبه للاخوات المبتدئات. من بعد كنطوي هذوك الجوانب وكنحاول انني نلف بهذه الطريقه، وملي كنوصل لهذا الاخير فكناخذ شويه ديال الدقيق اللي خلطته مع شويه ديال الماء، وغادي نلصق هاد لينيم ديالي باش هكا ما كيتحلوش ملي كنقليهم اولا ملي كنحمرهم في الفران، فهذا كيبقى اختياري. فهذا هو الشكل ديال لينيم اللي حصلت عليهم. فغادي نعاود الطريقه مره اخرى بالنسبه للاخوات المبتدئات، فكناخذ المثلث بهذا الشكل وكناخذ القليل من هاد العماره او الحشوه وكنلف الجوانب بهذا الشكل، وكنحاول انني نبقى نلفها بهذه الطريقه، وكنلصق بشويه ديال الدقيق اللي مخلط مع شويه ديال الماء. ممكن تستعملوا حتى البيض ديال البيض حتى هو غادي يلصق لكم الورقه ديالكم. فانا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، وان شاء الله في فيديوهات اخرى غادي نقدم لكم حشوات اللي هي مختلفه باش تعمروا البريوات ديالكم وبسيط لا صغار. فانا هنايا مشى لي واحد المقطع كنت صورته بالليل، كنت استفتهم بهذه الطريقه في هذا البلاطو وغطيتهم بالبلاستيك الغذائي وضعتهم في المجمد بهكا حتى تجمدوا ليله كامله، ومن بعد خرجتهم كيف ما كتلاحظوا فكيخرجوا قاصحين. وهكا غادي نحاول انني ناخذهم ونستفهم في بلاستيك غذائي وفوق ما كنحتاج الكميه اللي انا محتاجها في الوجبه ديال الفطور، فكنجبد الكميه بلا ما كيكونوا كيلصقوا مع بعضياتهم. فان شاء الله الفكره ديال اليوم تعجبكم. فكيف ما كتلاحظوا فانا هنايا غادي نجيب البلاستيك الغذائي وكنستفهم بشكل عادي كيف ما كتلاحظوا. فان شاء الله ملي غادي نطيب هاد
هاد لي نيم او هاد لي سيكا، ملي غادي نطيبهم في الوجبه ديال الفطور. فان شاء الله غادي ندير لكم فيديو فيه كيفاش قدمت الطاويله ديال الفطور بهاد لي نيم، وغادي نحلها لكم باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي من الداخل والحشوه كيفاش كتبان من الداخل. فانا هنايا غادي نحتفظ بهم في المجمد حتى نحتاجهم، وان شاء الله غادي نجبدهم باش نطيبهم، يا اما نقليهم اولا ندهنهم شويه ديال الزبده وشويه ديال الصفر ديال البيض اللي مخلط مع صلصه الصوجه، ونديرهم في الفران يتحمروا. فكانت هذه هي لي نيم او عفوا اللي قدمت لكم اليوم.